كره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه انشغال الناس بغير فائدة. مر على ناس وجدهم يلعبون النرد أو الشطرنج أو كذا، فتضايق قال إني لأكره أن أرى أحدكم سبهبلا، يعني فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. يعني هذا الانشغال بهذا اللعب، بعض الناس يجلس ساعات يلعب ساعات على مقهى ولا ساعات على طاولة شطرنج ولا كذا. يعني احنا فهمنا الواحد يريد ان يروح نفسه بكم دقيقة حتى لا يتعب، لكن تتحول الى ساعات. انا واحد مرة شفته قلت له الاصل عندك الراحة والاستثناء الشغل. يعني هكذا صارت اوقاتهم كلها لعب ولهو، لا تنفع لا في دنيا ولا تنفع في دين. وكان الفتح ابن خاقان كان اذا سار يحمل الكتاب في جيبه او في كمه، اعرف اكمامهم في داخل وقت كبيرة، فاذا قام من بين يدي المتوكل، كان يدرس في مجلس المتوكل، فاذا قام المتوكل يعني قضاء حاجة ولا لصلاة جالس ما يجلس ينتظر. بعض الناس يذهب الى طبيب ينتظر ولا يجلس في سيارة ينتظر المرور يتحرك، ما يفعل شيء. شوفوا كيف استفادتهم من وقتهم. كان في أي وقت الخليفة يقوم ولا المجلس ينفاض ولا ينشغلون، كان يخرج الكتاب فينظر فيه، وكان ينظر في كتبه وهو يمشي. وهذا شأنه في كل أحواله. وقد رأيت من الناس في هذا الزمن من يفعل شيء عجيب مثل هذا. ووجدت في الأمريكان، ليس كلهم، بعضهم شيء من هذا. تمنيت لو كان هذا خلق المسلمين اليوم. أذكر أني كنت أجلس في مجلس وكان حاضرين أمريكان وعرب، فكان يحدث الحديث، تعرفون يصير بالإنجليزي، بعض الجالسين ما يفهموا الإنجليزية فأترجم لهم. وجدت ظاهرة عند واحد من الأمريكان عجيبة جدا، كلما ترجمت بدأ يكتب، فطالعت في أوراقه فإذا هو يكتب موضوع ما له علاقة بشغلنا، عنده شغل قاعد يخلصه، لأنه بالنسبة له وقت ضائع، وقت ضائع أنه هو هذه كلام هو قاله قاعد يترجم لآخرين، هو لا يفهم شيئا. إذن فرصة بالنسبة إليه أن يستغل هذا الوقت، حتى لحظات الترجمة يستغلونها وينشغلون فيها. ليس اقتداء بالأمريكان، لكن هذا منهج زمن المسلمين العظيم، حضارة المسلمين هكذا كانوا. ومن أعظم من ظهر بارزا في استفادة من وقته، يحتل الذروة في مقام المحافظة على وقته ومعرفة نفاسة الوقت وغلاء قيمة الوقت والحرص على ملء الوقت بالأعمال الزكية والاستفادة من الخطرات بل اللحظات تأليفا وتفكيرا وتذكيرا وتذكرا، واحد من علماء المسلمين عظيم هو الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، تلميذ الخطيب البغدادي، وكذلك ممن برز في الاستفادة من وقته الإمام أبو الفرج ابن الجوزي تلميذ أبي الوفاء ابن عقيل. أما ابن عقيل فيقول عن نفسه إني لا يحل لي، اعتبرها من المحرمات، إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يعني خلاص تعبت ما من كثرة الكلام، وتعطل بصري عن المطالعة، تعبت من القراءة فلا أنا قادر أتكلم ولا أنا قادر أقرأ، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، أفكر أحلل أتأمل فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، أفكر وأحلل فورا أقوم عندي أشياء أريد أكتبها، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، وصل عمره 80 سنة، يقول وجدت من حرصي وأنا في الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. هكذا كان رحمة الله عليه.